احنا معانا سياده اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حمايه المستهلك. مساء الخير يا سياده اللواء، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. سياده اللواء، ازاي القانون باللائحه التنفيذيه هتساعد حضراتكم في اداء مهمتكم؟ وبرده حضرتك بتشرح لي كده يعني الناس يبقوا فاهمين وعندنا وعي ودرايه ان في حقوق وفي حاجات اخد بالي منها وانا بشتري، ولو حصل اي مشكله اقدر الجأ لك. بالفعل حضرتك طبعا يعني نعلم جيدا ان السيد رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون حمايه المستهلك في 13 سبتمبر الماضي. اليوم ياتي استكمال الحكومه لدورها. صدق السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اللائحه التنفيذيه لتضع المحاور والاليات اللازمه لتنفيذ القانون على ارض الواقع. تمام. القانون واللائحه وتوجهات الدولة وتوجهات القيادة السياسية بيؤكد على أن الدولة المصرية تأخذ توجها يهتم بالمواطن، يهتم بحقوق المواطن، يهتم بتلبية احتياج المواطن. هذا القانون واللائحة التنفيذية يضع ضوابط كثيرة وعديدة تستهدف. طب معلش يا سيادة اللواء، هل حضرتك راضي عن هذه اللائحة؟ حاسس انها جت بالشكل اللي يعني هتساعدكم بيها ان انتوا تأدوا دوركم على اكمل وجه؟ لان الحقيقة احنا بنتكلم ساعات عن القانون بيبقى عندنا تخوف ان اللائحة التنفيذية تفرغ القانون من معناه او من مضمونه. لا فعلا اللائحة دي صدرت، انا كنت رئيس لجنة اعداد اللائحة بالمشاركة مع كل الكيانات المعنية، كان شريك معانا كل الأطراف المعنية سواء من الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات. تمام. أو كل الأجهزة المعنية شريكة في إعداد اللائحة لكي تخرج بالصورة الملائمة اللي تصل إلى تطبيق القانون بشكل يصب في ضبط المنظومة الاستهلاكية. القانون وضع واللائحة التنفيذية لتضبط المنظومة الاستهلاكية في صالح المستهلك وفي صالح التاجر الأمين. القانون والعقوبات ضد التاجر المخالف فقط. الآليات اللي وضعها القانون والضوابط أهمها أن ألزم التاجر والمورد ومقدم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة، بأهمية إعلام المستهلك نفسه بطبيعة السلعة وبكل مكوناتها وكل ما يتعلق بالسلعة. لابد أن المستهلك يبقى عارفه وهو مقدم على الشراء. القانون ألزم التاجر والمورد ومقدم الخدمة بأن يعطي المستهلك فاتورة، وده جديد لأن القانون القديم كان بيقول إذا رغب المستهلك، لكن الجزئية هنا إن في إلزام على التاجر إن هو يعطي فاتورة شاملة دون أن يأخذ مقابل. يعني حضرتك بتعلمي إن كان أحيانا لما يجي حد يشتري يقول له طب عاوز فاتورة يديله يدفعه مبلغ أكتر من السعر العادي. لا، وإحنا من هنا من منبر حضرتك ودي مسؤولية الإعلام ومسؤولية كل الكيانات إن بنوعي أهالينا وبنحاول نرفع الوعي المجتمعي. لا، المواطن لابد إنه يحصل على فاتورة عشان يساعدنا إن إحنا ناخد حقه. لازم يتمسك إنه ياخد فاتورته. وفي إلزام على كل التاجر والمورد إنه يعلن عن العقوبة على المخالف أو الغير ملتزم بالقانون. يا فندم العقوبات في هذا القانون هي عقوبات رادعة قد تصل إلى الحبس والغرامة. كانت في القديم القانون القديم من 5000 إلى 100000، وصلت العقوبة إلى 2 مليون في المخالفات اللي بتقع لمخالفة هذا القانون. تمام. إحنا بنستهدف تطبيق القانون على أرض الواقع. إحنا جهاز حماية المستهلك يعني كان في احتفالية اليوم العالمي لحقوق المستهلك يوم الخميس الماضي، أطلقنا فكرة جديدة سيارات الضبطية. كنت لسه هقول لك عليها يا فندم وبارك لك. 15 عربية مش كده؟ بدأوا دي بداية تجربة. دي توجه الدولة المصرية وبنقول دي رسالة تساعدك ازاي، وقول لي حق الضبطية القضائية. سلطة الضبطية القضائية، الجهاز لديه سلطة الضبطية القضائية من خلال هذه السيارات اللي بيقودها رجال الضبطية القضائية متواجدين في الأسواق. وأنا مع حضرتك دلوقتي هم منتشرين في الأسواق وفي مناطق مختلفة، وأنا موجود بالأمس معاهم الـ 12 بالليل في الشارع. وأول أمس دي بتبقى بقى حاجات تفتيش مفاجئ مش بناء على بلاغ أو يعني هي بيمارس دوره الرقابي. إذا كان هناك معلومات عن محلات مخالفة، محلات فيها سلع مجهولة المصدر، سلع مضرة بصحة وسلامة المستهلك، في غرفة عمليات برضو الشكاوي اللي بتيجي على الغرفة العمليات بيتم توجيهها للسيارات حسب المنطقة اللي هو فيها. لو الشكاوي خاصة بمدينة نصر بتروح بيتبلغ للسيارة اللي موجودة في منطقة مدينة نصر
تتعامل معاها وتعمل على حلها. طب هي كده احنا بقالنا قد ايه يا فندم؟ بقالنا يومين تقريبا ولا اكتر؟ النهارده اليوم الثالث. طب ايه الاخبار بقى اليومين يعني؟ الفساد في اي؟ الحمد لله الامور مطمئنه ورد الفعل الناس غير عادي يعني. يحس ان انت حواليهم. طبعا لا رد الفعل، انا نزلت بنفسي في الكام يوم ورد فعل الناس ايجابي جدا، والشباب المتميز الفريق العمل في جهاز حمايه المستهلك مبسوط برسالته ومقدر هذه الرساله تماما، ولما بيلاقي رد فعل اهالينا في كل مكان ايجابي وان هم مبسوطين من تقدير الدوله المصريه، مبسوطين من اهتمام السيد الرئيس بيهم، برنامج الحكومه دايما بيستهدف ان احنا نتفاعل. احنا عايزين كمان انه الاليات، ان الاعداد عند حضرتك الشباب وفرق العمل تكون اعداد كبيره محترمه على مستوى الجمهوريه عربيات اكثر، ان احنا نزود الاعداد والامكانيات. في حاجه تانية استاذه لبنى، في شاشات تفاعليه هتبقى موجوده في امام المولات زي الاي تي ام كده، المواطن اللي عنده شكوى يستطيع يقعد في المولات. حلو، يبقى طالع من المحل متضايق يبقى في الشكوى على على باب المول، هيلاقي حد هينفس عن نفسه ويقول شكوته. وده حرص الدوله المصريه. في هتبقى في محطه سكة حديد مصر، في محطه مترو الانفاق، في المطار، عظيم في قدام المولات وقدام المحافظات. المواطن لما يلاقي في شكوى يدخل باللغه العربيه يحط شكوته، هتتسمع عندي في الجهاز. لو اجنبي، واحنا بنستهدف طبعا مشاركه الجهاز ومشاركه بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه في دعم السياحه ودعم الاقتصاد، لو اجنبي بيدخل باللغه الاجنبيه بيحط شكوته بيلاقي حد بيتفاعل معاه من الجهاز. احنا حريصين ان احنا يعني اي آلية بجد أو أي حاجة رؤية. عظيمة ومحترمة، ويعني كل الشكر والتوفيق ودعمنا معاكم. يعني احنا بنتكلم على جهاز فعلا جهاز محترم، على حضراتكم دور في المرحلة القادمة في التوعية معانا بالقانون في كل حلقة كده، حضرتك والاستاذ خالد وكل البرامج. صحيح، اكيد احنا علينا مسؤولية، المواطن يعرف حقه ويعرف ان في جهاز، ان احنا نرفع. يعني لو حضرتك اخذت دقيقتين او ثلاث دقايق في البرنامج كل حلقة، ان احنا بس نوعي اهالينا بحقوقهم ايه وآلية التواصل مع حقوقهم، ويعرفوا ان في جهاز مسؤول بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه انشئته الدوله ليحمي ويصون حقوقهم في مجال المنظومه. خلاص يا فندم، اتفقنا ان شاء الله، واحنا مع حضراتكم ونتابع دايما الجديد والجهد والشغل ده على الارض. شكرا سياده اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حمايه المستهلك، شكرا لحضرتك.